يعني انت بتشوف كل الاحتمالات الممكنه. انت عندك اربع متغيرات اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 صح ولا لا؟ فتشوف كل الاحتمالات الممكنه، كل الاحتمالات الممكنه مع امكانيه التكرار بتكون كم عددهم؟ بتكون 2 طالما عندك انت باينري فاريبلز بتكون 2 اس عدد المتغيرات. يكون عندك باينري فاريبلز بيكون 2 اس عدد المتغيرات. 2 اس 4 كم؟ 2 4 4 2 16. اذا بيكون في عندي 16 احتمال، لاحظ 16 احتمال من 1 الى 16. وهنا عندي انت هنا النقطه، ها طالما انا عندي اربع متغيرات من اكس 1 الى اكس 2 الى اكس 4 صح ولا لا؟ اذا عدد الاحتمالات الممكنه دائما بيكون 2 اس عدد المتغيرات. 2 اس 4 2 تو باور اوف 4 تمام. 2 في 2 في 2 في 2 16. اذا كان ثلاثه متغيرات بيكون عدد الاحتمالات الممكنه 2 اس 3 8 بيكون بس تمام ولا؟ فشوف الاربعه عندي الان 16 احتمال، هذه اهو 16 احتمال. الاحتمال الاول انه 0 0 0 0 انه ولا اعمل ولا واحد منهم تمام. لما يكون هذا الاحتمال الاول 0 0 0 0 هل بيحقق لي كل القيود؟ يعني اللي هو قيد القيد اللي كان الاساسي اللي عندي اللي هنا شوف القيد كان في عندي 0 1 تمام. حقق لي القيد ولا لا؟ اذا حقق لي القيد، اذا هذا حل اساسي ممكن او مسموح به. لكن وكم قيمه داله الهدف بتكون؟ نحول 0 0 اذا بيكون الزد يساوي 0. طيب نشوف الاحتمال الثاني 1 0 0 0 تمام. يعني انا اقدر اقول شوف هذه بتكون 16 احتمال. تعرف النظام بناء العد الخمسه من النظام الفلاني كيف يكون انا ما اقدر ما اقدرش معاكم ها الخمسه بالاله الحاسبه تقول 1 0 1 هذه الخمسه 7 1 1 تمام 10 1 0 1 0 هذه ما اقدرش معاكم الخمسة كان من المتعب النظام الفلاني كان سهل عندما تشوف هنا الاكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 تمام. هو 16 احتمال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تمام. شوف اعمل بالاول كده هم 16 اعمل 8 اصفار 1 4 5 6 7 8 1 اللي بعده اعمل 4 اصفار و4 وحدات 4 اصفار 4 وحدات 4 وهكذا. اللي بعده اعمل 0 واحدين 0 واحدين 0 واحدين 0 واحدين وهكذا. اللي بعده 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 أول ثمانية أول تعمل نصهم أصفار نصهم واحد بعدين نص النص هم ثمانية ثمانية أربعة بأربعة أربعة بأربعة ثم نص الأربعة كم اثنين اثنين باثنين اثنين باثنين نص الاثنين كم واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد تمام. اللي هو زيرو واحد اثنين ثلاثة هذا النظام الثنائي نفس الترقيم من صفر إلى 15 كذا. لكن إذا كان ثلاثة متغيرات إذا كان ثلاثة متغيرات ثمانية شكون عدد الاحتمالات 8. اذا بالعمود الاول اشتعمل 4 اصفار و4 واحدات، بالعمود الثاني 2 ب 2 2 ب 2 والعمود الثالث 1 1 1 1 تمام بس. طيب تعال نشوف الاحتمال الاول 0 0 0 0 تمام. يعني ولا تعمل ولا واحد فيهم. حقق لي القيد هذا من اكس 1 اكس 2 اكس 3 واكس 4 هذه كيف تساوي هذه 0 اور 1 تمام 0 أو 1 أوكي؟ حقق لي هو لكن كم تكون دالة الهدف؟ 0. إذا هنا قيمة الزد إيكوال تو هنا قيمة الزد فاليو زد هنا تساوي 0. تعال نشوف هنا 0 0 0 1 يعني تعمل المشروع الرابع بس والأول والثاني والثالث قيمتهم أصفار إذا ما تعملهمش ما تعملهم اعمل الرابع. تعال نشوف هنا نحقق لي هذا حل مسموح ولا مش مسموح؟ مسموح تمام. تعال نشوف الاول بيكون اخذ قيمه واحد اذا الماكسيمم زد كم تكون؟
300 300 اذا زد هنا بتكون 300. تعال شوف هنا بحقق لي كل القيود. ليش هذا اسعار؟ ليش 300؟ 150 رابع 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 150 تمام 150 تمام. كم كم اسعارهم ال 300 دكتور؟ هذا صفر هذا المساله 300 دكتور. اي نحن تغيرنا التوقيع احنا اصلا اخذنا التغيير. هذا الحين العلامات صح. اوكي اللي عندي هذا اللي يسار رقم 5 اوكي رقم 5 اللي يسار اليمين تمام. ايوه صح تمام. هذا يعملوا من اليسار اليمين يعني هذه افضل كذا. يعني اخترنا فين بالعمود الاول ولا فين علشان هنا؟ شوف هذا 0 0 0 0 هي اللي واحد البقيه ما تعملوش. اذا هذا راح كبير الان 150 واحد ل 150 تمام. شوف تحقق لك كل القيود ولا هذا زيرو 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 90,000 اقل من 120,000 تمام. هنا زيرو 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 الثلاثه اقل من 12 تمام. وهنا بيكون زيرو زيرو اقل من واحد ولا اذا مقبول. هذا حل مقبول ليش يقول بنقول عليه تمام مسموح بروح هذا. تعال نشوف الثاني. هنا ناخذ الثالث زيرو زيرو 1 زيرو يعني القيمه المشروع الثالث كم سقوط دالت الهدف الان؟ 400 400 هذه 400 تمام. تعال نشوف هنا اللي هو هنا عندك انت وين ال 400؟ رقم 4 رقم 4 شوف رقم 4 زين 01 تمام نفس الرقم 400. تعال نشوف هنا احنا اخذنا المشروع رقم 3 اذا بيكون 25,000 اقل من 120 رقم 3 السبعه اقل من ال 12 تمام. هنا هذه زيرو هذه زيرو اقل من واحد مضبوط ولا لا؟ فيزيبل. طيب تعال نشوف هنا نختار الان ايش؟ الثالث والرابع الثالث والرابع. تعال نشوف هنا الثالث والرابع كم بيكون؟ 550 اذا قيمه الزيت هنا 550 تمام. هل فيزيبل ولا لا؟ لا يكون فيزيبل. شوف الثالث والرابع اللي اخذتهم الان شوف هنا 25 زائد 90 كم هي؟ 115 اقل من ال 120 مضبوط. هنا 7 زائد 3 10 اقل من 12 تمام. هنا عندي ثالث ورابع 0 0 اقل من الواحد مضبوط. هذا في هذا مقبول. تعال نشوف اللي بعده تمام. هذا ناخذ المشروع الثاني فقط. المشروع الثاني بس يكون عندي كم؟ 200 الزيت كم شطور؟ 90 الزيت بتساوي 90 تمام. وقت انت تحقق الشروط هذه وشوفتها يعني 10,000 اقل من 120,000 الاثنين اقل من 12 تمام. 0 زائد 1 اقل تساوي 1 مضبوط تمام. اذا في سبب سوليوشن هذا تعال نشوف اللي بعد الثالث والرابع. الثالث والرابع كم يكون؟ الكم؟ الثاني والرابع الثاني والرابع كم بيكون؟ 240 شوف بيحقق كل القيود ولا لا؟ الثاني والرابع 10,000 زائد 90,000 100,000 اقل من 120,000 تمام. الثاني والرابع 5 ايجرز ليس ذان 12 ايجرز مقبول تمام. الثاني والرابع يعني هذا صفر الثاني اخذناه بواحد اقل من سعر واحد صح؟ اذا مقبول هذا تمام. نشوف الثاني الاحتمال اللي بعده ناخذ الثاني والثالث الثاني والثالث كم يكون؟ 490 مرتين اذا 490 يكون 490 تمام ولا لا؟ شوف الثاني والرابع الثاني والرابع ولا كم؟ من الثاني والثالث الثاني والثالث 35,000 اقل من 120,000 الثاني والثالث هنا 9 ايجر هنا اقل من 12 ايجر الثاني والثالث الواحد اقل من اقل او يساوي واحد تمام؟ نشوف الاحتمال اللي بعده ناخذ الثاني والثالث والرابع شوف شوف واحد 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 تمام؟ نشوف شوف الثاني والثالث والرابع شوف هنا بتكون كم 550 و9 640 640 مضبوط ولا لا؟ تمام
نجي نشوف هنا. الثاني والثالث والرابع 10,000 35,000 125,000 ما يجي 105 ما يحققش. انت زبون تمام تعمل كيف؟ خلاص واحد حتى لو في عندك 10 بيوت حققهم واحد بس ما حققوش اذا نزل ضروري بيحقق كل البيوت اذا هذا حال نزل اذا تستبعد انك تبني ثلاثه هذول المشاريع مع بعض لا يمكن تمام طيب نشوف اللي بعده اللي هو كان الاحتمال هذا رقم كم بيكون؟ X1 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 هنا بيكون 1 ها؟ 1 تمام إذا واحد ثلاثة أصفار يعني نقوم المشروع الأول فقط إذا بيكون عندي كم دالة ثلاثة 300 شتقول 300 تمام 300 شوف 35,000 أقل من 20,000 والأربعة إيكار أقل من 12 والواحد أقل من 1 مقدوم حاجة سنة تمام قلت نشوف الاحتمال اللي بعده 1001 يعني الأول والأخير بيكون كم 550 505 صح يا باشا ايش بنشوفه ها خم. ها كم الاول والاخير الاول والاخير صح ولا لا 125 نعم يا سيدي 450 الاول والاخير لا 450 450 نعم نشوف الان انه غير مقبول شوف الان غير مقبول الاول والاخير ها غير مقبول لا يحقق لي القيد الاول اذا هذا انفيزبل تمام غير مسموح به نشوف اللي بعده 1010 يعني الاول والثالث 700 الاول والثالث 700 شوف هنا بيكون 700 بس تعال نشوف هل مقبول ولا لا الاول والثالث يكون عندك 60 مقبول الاول والثالث 11 مقبول الاول والثالث يعني واحد اقل اذا هذا مقبول 700 تمام نشوف اللي بعد شوف كل الاحتمالات 1 0 1 1 يعني الاول والثالث والرابع اذا هنا بيكون كم 700 850 بس شوفها هل هو مقبول ولا لا 850 تمام الاول 60 هنا الاول والثالث 60 و90 150 اذا ما يحققش اذا هذا انفيزبل هذا غير مقبول تمام وهكذا شوف اللي بعده الاحتمال اللي بعده 1100 الاول والثاني 390 بيكون قيمة دالة الهدف 390 طيب تعال شوفوا هنا 45 ألف مضبوط هنا 6 ايكرز اقل من 12 مضبوط الاول وايش قلنا؟ الاول والثاني هنا ما يحققش هذا اذا هذا غير منزل لانه لا يحقق تمام لا نشوف الاحتمال اللي بعده اللي هي 1101 يعني الاول والثاني والرابع 390 و150 540 540 يكون انا بكتبه هنا 540 تمام قلنا ايش هو هذا الاول والثاني والرابع هنا شوف هذا منها وخمسة وثلاثين ألف هذا تمام إنفيزيبل نشوف اللي بعد يكون عندي الأول والثاني والثالث بدون الرابع تمام شوف كم تقول 790 لكن تعال شوف كم بيكون 70,000 مضبوط لحق فقط هنا هنا ما يحتاجش هنا ما يحتاجش ولا يحتاج الثاني اذا هذا مرفوض تماما والاخير نبنيهم كلهم تمام لن يحقق لا القيد الاول ولا الثاني ولا الثالث وان كان يحصل على ذلك هدف اكبر اذا نشوف من الحلول المقبوله الانفيزبل سولوشن اعلى قيمه كانت كم هي؟ 700 وال 700 تقول لي انه ايش اكس 1 اكس 1 اكس 1 إذا الأوبتيمال سوليوشن هنا الـ X1 يساوي 1 الـ X2 equal to 0 X3 equal to 1 X4 equal to 0
والزد الاكس 1 هنا والاكس 2 من 700 الاكس 1 كيف تكمل؟ ايوه شوف هنا 700 مقابل 1 0 1 0 تمام؟ وضحت؟ اوكي تمام؟ هذه يعني تكون طريقة عملية إذا كان عندك متغيرات إلى أربع متغيرات يكون عندك 16 احتمال تدرسهم كلهم، لكن لو كان عندك خمسة متغيرات كم احتمال؟ 32 2 أس 5 32 احتمال. إذا كان عدد المتغيرات 2 3 4 بإمكانك أن تستخدم enumeration method هذه طريقة ليش؟ العد الكاملة هذه، لكن لما يزيدوا تبقى عملية مملة. تمام؟ إذا كانوا 6 متغيرات بيكون عندك يعني 64 وهكذا. واضحة؟ إن شاء الله مفهوم الطريقة هذه، لكن يعني هي تخليك ها؟ خلاص هذا ربط المسؤولية نعمل يعني مشروع حق يعني نكتبني فقط ليش الأول اللي اسمه منبول والثاني اللي هو كان أعتقد كان الأثليتيك فيلد هذا أيوه تمام هذا بحيث انك تحقق اكبر زيارات ممكنه. واضح الكلام؟ مفهوم ان شاء الله؟ طيب ننتقل الان الى عمليه ليش؟ الطريقه الثانيه اللي هي راوندنج اوف نون انتجر سوليوشن. يعني تحل المساله هنا تحل المساله كان اللينير بروجرامينج كان ال بي وليس اي بي. طيب ها نجدوها يعني ايوه هذا الزوار يمكن ان نقطعها وتكون ضمن الاوضه الثانيه كان 3400 ايوه تمام ايوه بس ايش كيف تقدر تضمن الان انه لا ولا ها هنا الان انت ضمنت كل شيء صح ولا لا؟ ها طيب شوف الان يعني الان انت مقتنع تمام الاقتناع ما عاد فيش عندك شك صح ولا لا؟ بعد ما تدرس كل الخيارات الممكنه. طيب الطريقه الثانيه يا شباب انه انت تحل كانه شيء كانه هذا الموديل هذا نسميه اي بي انتجر بروجرام. انت طبعا كيف عرفت انتجر بروجرام؟ من القيد الاخير هذا زيرو. فانت الان بامكانك الطريقه الثانيه تحله على اساس انه مش اي بي ولكن ال بي لينير بروجرام يعني كانه هنا اكبر او يساوي زيرو. تمام تحل على هذا الاساس وبعدين شو تقوم بعمليات التقريب. هذه مش دائما تعطي لك نتائج مضبوطه من خلال خبرتي انا اقول لك مش دائما طريقه التقريب هذه تعطي لك نتائج مضبوطه. وشوف هنا ذكر لك العيوب مثلا او المحاسن البلس هذه والمساوئ الديس ادفانتجز حق الطريقه هذه انه المحاسن ان السيفنجز اوف تايم اند كوست يعني تقلل لك ليش الوقت والزمن والتكلفه. تمام العيوب الريزلتنت سوليوشن may differ significantly from the optimal integer solution and may even be invisible. يعني إن الحل قد يكون بعيد عن الحل الأمثل للانتجر موديل اللي عندك. الثانية there may be another integer solution which yields a better result. قد يكون هناك حل آخر تمام يعطي لك نتائج أفضل من هذه الطريقة. إذا هذه الطريقة لها عيوب كثيرة. أنا شخصيا أستخدم هذه الطريقة إذا كان عدد المتغيرات أكثر من 2 وإذا كان المتغيرات 2 ممكن أستخدم هذه مش تعطي لك نتائج أسرع لأنه الاحتمالات بيكونوا 4 احتمالات بس إذا كانوا 2 تمام 4 احتمالات 2 أس 2 يعني 4 احتمالات وبالتالي أسرع وإلا أستخدم الطريقة البيانية. الطريقة البيانية تظل أفضل من هذه الطريقة طريقة الراوندينج هذه تمام. شوف كيف الراوندينج يعني بكلمه؟ الراوندينج شوف تقريب شوف المثال هذا ايوه شوف مثلا اعطاك ان اكزامبل 1 فور بيور اول انتجر المثال الاول اللي ذكرناه في بدايه المحاضره اللي قلنا انه كانت الحل حق المثال الاول كان 2.22 والاكس 2 كان 5.56 تمام فقربناها مثلا قربناها الى 2.6 بس بعدين تشوف ال 2.6 هذه تشيك عليهم بالايش بالقيود هل تحقق القيود ولا ما تحققهمش؟ لانه احتمال ما تحقق القيود يعني افتهمنا كيف؟ يعني الحلها لينير بعدها نقرر شوف مثلا لو كان الطريقه البيانيه عندك تحل مثلا بيكون عندك القيد الاول جاي مثلا كذا تمام القيد الاول كذا والقيد الثاني مثلا جاي كذا فمنطقة الحلول المشتركة تكون فين؟